على يسار المدينة الرياضية تبرز أطلال المدينة الحزينة المتكئة على أعمدتها المهشمة والمتداعية بفعل الغارات الإسرائيلية عام 1982. وتلوح في الذاكرة صور المدينة الرياضية يوم وضع حجرها الأساسي في 20 من تموز عام 1955، وافتتحت في العام 1957 بحضور ورعاية الراحلين رئيس الجمهورية كميل شمعون وملك العربية السعودية سعود بن عبد العزيز، حيث استضافت الدورة الرياضية العربية الأولى بمشاركة 9 دول مثلها 892 رياضيا، واستضافت الدورة الثالثة لألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 1959. وفي العام 1963 استضافت دورة كأس العرب الأولى في كرة القدم التي أطلق فكرتها الراحل اللبناني عزة الترك. وفي العام 1973 استضافت الدورة العربية الخامسة وشاركت فيها 13 دولة. في الباحة الخارجية للملعب الكبير تطالعك زرائب الماشية من أغنام وأبكار ويسألك سائل: هل تريد خروفا للعيد؟ ملعب كرة القدم فهو يختصر مخيمات الكارانتينا وغيرها من شرائح الفقر. القاعة المقفلة تحولت ساحاتها الخارجية إلى مقبرة للسيارات المحطمة. ملعب كرة السلة فقد تحول إلى سوق للحم، ولا بأس من الشواء لمن أراد ذلك، فأهلا وسهلا. والآن كيف السبيل إلى عادة هذا الصرح الكبير؟ رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية توني خوري: مدينة نموذجية بكل المحافظات بالجمهورية اللبنانية، ما عاد في لزوم نتباكى على الأطلال، مفروض أنه العالم العربي يساعد لبنان، وهيك القرار كان متخذ، ومفروض من الدولة اللبنانية أنه تعطي الرياضة حقها، ومفروض أنه يكون في عنا استحقاق سنة 96.